على الرغم من انسداد أفق الحل السياسي في البلاد، يتلهف الشارع العراقي إلى العودة لمظاهر الحياة. نشعر بالأمان، إن شاء الله يكون الحياة ترجع طبيعية مثل ما كانت قبل، والناس هاي انظلمت هسه وهاي، وريد ما أريد كل شيء، ما أريد أريد الأمان، يعني شيء طبيعي ترجع العالم تطلع، عوائل تطلع. مياه دجلة تعكس نور الليل في بغداد التي تبدو من علن هانئة هادئة على وقع حركة طبيعية. على بعد أيام قليلة من الاشتباكات الدامية التي شهدتها المنطقة الخضراء، يحاول العراقيون أن يسلكوا دروب الحياة العادية في أيام تبدو عادية، ويأملون أن تبقى أياما عادية. شارع المتنبي تحول بحلته الجديدة متنفسا للجميع، أطفال مع كبارهم، منهم من يحضر للعودة إلى المدرسة، وربما تأثر أصغرهم بما رأى. اليوم شفنا يعني جمعة وفرصة قاعدين بالبيت، طلعنا جنى المتنبي، يعني مكان قريب، عبرنا الجسر مشي الحمد لله، يعني أمان وما شفنا أي مضايقات أو أي إشكال. اختفت الخيل وغابت البيداء، وبقي ليل بغداد وكلمات المتنبي تسمع من به صمم. عماد الأطرش، سكاي نيوز عربية، بغداد.